امي امي حضري حضري لي هالارجيلي لو جيب شيء اشرب امي جبت قلت لك عنان ايه العرعر علقات حطيتهم ببريق الفخار والفودكا خلطتهم بالانيني مع الكوك لا يا زلم بركي شربوا منن النسوين لا ما انا علمتهم وقلت لها لأمي الياس ما هيش هيش يشربوا منه هيدي ناش معلمي هالأنيني هوني بالأحمر هيدا أبو الياس علمها قال لما نشرب منها منفس غازة هو هيك بحبها منفس ينفس غاز أنا شو بدي أشربه بديش غازيت يلا آخ يقطع الشعب وسيعته إن شاء الله آخ 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 هيتي لشوف الأرجيني ولي إيه لست عملتهم هاكي هالكولا ولي ما قلت لك بولياس قال لما نشرب منه ننفذ غازة شو بيكي ننفذ غازة ولا عادي عندكم بالبرات شي 7-8 أشهر هيدا شو عرفني هو بولياس كان عم بيشيل من أنيني يحب أنيني يشيل بأنيني يحب أنيني شو عرفني أنا شو هيك هو بحبها طعمتها غريبة شوي هي غريبة ايه يس يلا بس طيبة بتعرفي بالآخر مثل طعمة الدواء اللي بيشربه ابو حسين ليش انت عم تشربي من دواء ابو حسين لا هذا دواء قال بيساعده بيقول لي بس تكون لقمعته ملبكه بدل ما ياخذ تامز إيه؟ جاب لي دواء اللي بيخلطه مع كولا كمان وبيحط له ثلجي وبيشربه إيه؟ اني من شي شهرين كان معدتي ملبكه اخذت منه كمان إيه ونفعي إيه ما نفعناش بس نيمني شي 5-6 ساعات يا ريح شي شوي هيك إيه؟ انت أيوة رحتي عند الحكيم امبارح دخليك ايه رحت عند الحكيم ايه شو قال لك انت عمل لي فحوصات ايه وقال لي إيه لازم اعمل فحص دم وبول ايه ورحتي عملتيه هون لا رحنا انا وابو الياس رحنا على المختبر قال بكلفونا 200 دولار يا مشحرك ايه رحتي على مختبر امريكاني يعني ايه هو اللي بعدنا لعنده الحكيم ولك روحي بكره انا بدلك على مختبر بيشتغلوا فيه ولاد عرب ايه بيشارجوك 50-60 دولار والدميت والبولات من عندهم ايه عجب ايه 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 صحة صحة ولك شو هيك شو جايبي معك اكل جايبي معي هوت دوغ شو ايه هوت دوغ شو الهوت دوغ ولو ما بتعرفي شو الهوت دوغ شو بعرفني كل عمره بحسين يجيب لي هوت دوغ يعني هوت دوغ سالي بحسين بيقول لك شو الهوت دوغ ايه عبد لك واحد طيب تيناري ناري ناري رارم يا زارة الوادي ولك خلص حاج تغني بالعربي هلا بينزعجوا اللي حوالينا ينزعج يعني شو بدي غني يعني غني لي شي غني بالانجليزي انا بدي غني بالانجليزي ايه غني شو بعرف غني بالانجليزي انا ولك غني هذه اللي علمونا اياها بمدرسه الانجليزي شو بكي ما بتتذكريها اياها هذه الاي لاف يو ايه يلا اي لاف يو حلو بس تعرفي شو يمكن مش لازم يغني هالغنية أحلى ما يطلع حكي علينا حكي شو هلأ بيصيروا يقولوا إنه منحب بعضنا إيه من إحنا منحب بعضنا لك لا منحب بعضنا غير شكل يعني كيف يعني ولي بتاعي لقلك منحب بعضنا يعني يحبك برس 6 غرس 10 مكرسة حي يحبك حب غضب الراب يقطع عمرك عشان بيحبك وليه تضربي بهالشكل مثل كيس الطحين دخلك تفضلي دوقي الهوت دوغ وشوفي شو طيب هيتي لك يا مسحرة شو بكي يا مسحرة علي يا مسحرة والشوفير تعشف 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 يا بحسان تعشف يا مسحرة شبيك 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 يا سيد لك مكبر يا مسحرة فكرنا في شيء يا دلي أنا دلي الربط لساني والشوفير يا دلي وحطت لي يمشي عبد خبزي كمان
مسحراني يا 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 درياني عدمتك عدمتك إلي لي أي شعف من الكلب طلع لك إلي.